بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله باش نطيبوا الشيشة بالقرنيط، ولا هو القرنيط يكون حجمه أكبر. احنا خذينا اليوم القرنيط صغير، مازال صغير، اسمه بومسيك، وهذه إجابة لأحد المشاهدين يطلب منا ويحب شوربة فريك بالقرنيط. باش نوريكم المراحل الأولى اللي باش نعملوها. احنا هذه خذينا معناها شفتوها الكعبة هذه الصغيرة، قرنيط صغير ومسيك، وهذه مثال نظفتهم انا. نوريكم طريقه تنظيفهم كيفاش تقعد كما هي صحيحه، نظفتها من داخل من كل شيء. توا نبداو المرحله الاولى، احنا باش نحطوا هذا يتسمط توا. الشيشه كما شفتوا عندنا شوربه شيش تفريك، شويه حمص منقوع، شويه كلافز، هذا بصل وثوم، خاطر الحاجات اللحوم البحريه مثال الحاجات البحريه تاخذ برشا ثوم وبصل وكمون، هذه الحاجات الاساسيه اللي باش نطيبوها بها. هذا تولي نظفناهش باش نضيفه له. حضرنا الماء يغلي يسخن، هذا باش نضيفه له مغرفة ملح، يعني مغرفة ملح ومغرفة خل. مغرفة خل ونحطه في على النار يغلي 5 دقائق، يعني هو مش برشا. احنا كما قلت لكم حاضرين الماء يغلي على النار، هذا ضفنا له البومسيك نظيف ولا القرنيط نظيف، عملنا له مغرفه ملح مغرفه خل، وباش تنح منه الريحه ويطيب لنا فيسع ولونه يتبدل، باش نحطه في الماء يغلي على الاقل 5 10 دقائق هكاك بالطريقه هذه. الماء نتاعنا توا يغلي كما شفتوه، باش نحط فيه هنا القرنيط اللي نظفته انا. هاي يغلي شوي، هذه طبعا نحطوه يغلي 5 دقائق 7 دقائق هكاك، يغلي غلوة باهية ونحوه ونمشو نحضروا بقية المكونات باش نركبوا الطنجرة نتاعنا اللي هي شوربة فريك بالقرنيط. بعد ما حطينا القرنيط نتاعنا يتسمط في الماء، توا عندنا باش ناخذوا شوربة الشيشة هذيا ولا شوربة الشعير ولا الفريك، نغسلوها بالماء هذيا، نفخوها شوية معناها حتى 5 دقائق نفخوها بشوية ماء، نغسلوها مليح باش نطيبوها، ما نطيبوهاش معناها ديريكت من الشكاره نتاعها، نطيبوها يلزمها تغسل شوية تنقع شوية شوية ماء. هذه نخلوها تتنقع شوية لين يغلي القرنيط نتاعنا ونحضروه. شفتوا يعني حتى كان فيها تفشة ولا حاجة كلها نبصوها ونصفوها ومن بعد نستعملوها. عمرنا ما نستعملوا الحاجات هذيا وحدها ديريكت من غير غسيل. هذه الشوربه اللي نفخناها على جنب لنحضروا القرنيط نقصوه ونركبوا كل شيء مع بعض. هذا القرنيط نتاعنا شفتوه، هذا صمطناه في الماء والملح والخل، تو باش نقصوه قطع صغيره باش نطيبوه. يعني احنا اليوم باش نطيبوا الشيشه، معناها باش نعملوا قطع صغيره اللي تهز بالمغرفه، مش باش نكبرو برشا. أنا قطع صغيرة بالطريقة هذه. نفس الشيء ناخذوا الصباع من فوق، تو هذه المكونات نتاعنا كلها جاهزة. الشوربة غسلناها وصفيناها، القرنيط صمطناه وقطعناه، الطماطم قبيله ما وريتكمش مغرفتين طماطم معجونه، الحمص منقوع، الكلافس مقصوصه، بصل وثوم خلطناهم مع بعضهم، وهذا الزيت وهذه الحوارات نتاعنا. يعني عملنا راسين بصل وراس ثوم خلطناهم مع بعضهم، حوالي 100 غرام حمص منقوع ومغرفتين طماطم،
راني عود ولا اثنين كلافز وهذوما شربتهم مكعبتين، هذه كيس شوربة مش برشا. تو باش نركبوهم مع بعضهم، نحطوهم وركبوا طنجرتنا على النار. هذه الطنجرة باش نحطو فيها، احنا كيما تعرفوا معناها كل شيء نحطوه في البارد ونحطو عليه الماء سخون. هذا الزيت باش ناخذو حوالي كيس صغير زيت، هذا البصل نتاعنا والثوم اللي حضرناه، عملنا راسين بصل وراس ثوم كامل، خاطر هي الحاجات البحريه تستعمل برشا، نستعملوا لها برشا ثوم. هذا القرنيط اللي قصيناه، وهذه شيشتنا استناها وصفيناها. هذا الكرافس المقصوص، تو انا الحاجات هذوما باش نسوحهم بالكمون، خاطر الكمون هو اساس الفواح الاساس نتاع الحاجات البحريه. يعني هنعمل شوي كمون، هذا كمون ونعمل شوية ملح، شوية ملح، هذا كمون وملح. وحطينا البصل والثوم والقرنيط والشيشة نتاعنا الكل حطيناها لهنا، نضيفولهم شوية كركم. فلفل أحمر شوية زيادة مش برشا. المكونات جاهزين، حطوهم على النار هذوما يتقلاو شويه بركة، معناها نضيفوا لهم ماء سخون. تو مثال الطماطم والحمص ما نحطوهمش يتقلاو، نخلو بعد ما يغلي الماء نحطو الطماطم نتاعنا ونكملو نفوحو بالكدا ونحطو الحمص نتاعنا، خاطر الحمص والطماطم كي نحطوهم من الاول الحمص ما يطيبش والطماطم تتحرق. فلهذا نقليو الحاجات هذه هي الاولى، الاساسيه هذه هي الاولى، شويه برك نصبوا عليهم الماء سخون، كي يغلي الماء نكملوا المكونات الاخرى باذن الله. هذه طنجرتنا جاهزه، تو باش نحطوها على النار. هذوما المكونات اللي حطيناهم، اللي هو القرنيط والشيشه والفل والثوم والكلافز، فوحناهم شويه كمون وكركم وملح، حطيناهم على النار يتقليو شويه، ما نخلوهمش يتحرقوا برشا، تو نضيف لهم ماء سخون. الماء السخون نتاعنا ديما جاهز، تو باش نضيفو الحمص والطماطم، يعني الماء سخون وتو يغلي فيه، ساعة نضيفو بقية المكونات ونضيفو الفاحات الأخرى. هذا الحمص نتاعنا اللي جاهز حضرناه، هذه طماطم غرفتين طماطم معجونة، نضيفو شوية راس حانوت يعني تابلو كروية وكل واحد شنو يسميه. ونزيدو نحضرو ماء سخون اخر على خاطر باش نمرقوها باش تولي جارية، خلوها تغلي غالية باهية بالكدا، على الاقل ساعة غير ربع باش تطيب معناها بالكدا. حضروا لها ماء سخون اخر باش نمرقوها ونخلوها توا تطيب شويه، هذيا المكونات هذوما لين ينشف شويه الماء ونضيف لهم ماء يغلي. هذه الشيشه نتاعنا تغلي كيما ردتوها، اخترت شويه ونضيف لها ماء سخون اخر ونخلوها نقصوا لها النار توا بالطريقه هذه، توا غليت بالكدا ولونها تبدل وكل شيء يوضح، نحسوها خثارت شوية رزانت شوية هكا، تو نضيفو لها شوية ماء ونقصو عليها النار. وكيما تعرفوا توا الطقس شتاء والسوب ضروري باش للتدفئة وللصحة،
ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. السوب نتاعنا الشيشه نتاعنا كما شفتوها تو نقصوا عليها النار، هاكا صبينا لها زدناها ضفنا لها ماء سخون اخر، تو نقصوا عليها النار تو تشوفوها كي تطيب تجي بنينه برشا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هذه الشربه نتاعنا اليوم اللي طيبناها بالكرنيط طابت، كما شفتوا عملنا كرنيط وتشيشه او شوربه فريك وشويه كلافس وبصل مع النوس وحمص منقوع وعملنا لها الكمون، خاطر الحاجات البحريه ديما نستعملوا معاهم الكمون، يعني الاساس يعني الفحات اللي لازمها تكون موجوده هي الكمون والثوم اكثر حاجه. القرنيط نضيفوا لها عصر قارص معناها وجربوها تجيكم بنينه وان شاء الله تعجبكم تاكلوا بالشفاء.